السلام عليكم. موضوعنا اليوم شلون نربط التليفون بس مو اندرويد ابل على السيارة عن طريق الابل كار بلاي. طبعا ما كنت متوقع الطريقة هالقد سهلة، طلعت الطريقة حيل سهلة وحلوة. بصراحة انا ليش تأخرت بهذا الفيديو؟ لان ما استخدم اجهزة ابل، رحت على ولد صديقي يعرف يستخدم اجهزة ابل ويعرف يربط الابل كار بلاي على السيارة، استعانيت بي وسوينا انيو فيديو. خلينا نشوف الفيديو وبعدين نرجع لكم. قبل كل شيء لازم عندنا كابل اصلي مو كابل عادي، يعني هسه انا راح اجرب لكم الكابل العادي والكابل الاصلي حتى نعرف ليش ما يشتغل الاندرويد اوتو، لانه هو يسألوني عن الاندرويد اوتو، او نفس الشيء الابل كار بلاي اذا ما اشتغل معناته الكابل عادي. هذا الكابل عادي، خلينا نشوف، نفتح سويتش ونربط هذا التليفون. بس لحظه واحده، نربط هذا التليفون ونشوف ليش يشتغل او ما يشتغل. شوف على اليو اس بي، طبعا لازم هذا اليو اس بي يشتغل عندك، ونوب نربط التليفون. هو اي تليفون اندرويد، المهم انت منصب به برنامج اندرويد اوتو، مو مثل شوف ربط، قال لك جار الشحن. هنا انا ما طلع اي شيء، ما طلع برنامج اندرويد اوتو. شوف ليش ما طلع؟ لان هذا التليفون ما ينقل الملفات كلها، يعني بالسيارة هنا بالموبايل اشتغل بس هنا ما اشتغل. خلينا نغير الكابل ونشوف، راح نغيره على السريع شوية على مود الفيديو ما يصير طويل. طبعا هذا كابل اصلي ينقل الملفات اسرع، هذا الكابل عادي ما دبره. شوف رأسا اشتغل، رأسا اشتغل اندرويد اوتو واشتغلت الخرائط بصورة كلش واضحة مثل ما جاي تشوفوا. هسه اول شغلة اللي عرفناها لازم عندنا شنو؟ لازم عندنا كابل اصلي. خلينا نكمل بقية الفيديو. بسم الله، هسه راح نشوفكم شلون يربط الابل كار بلاي على الكيا سورنتو، يعني الاعدادات كلها. اول شيء لازم ايش عندنا؟ لازم عندنا كابل اصلي ونفعل الجهاز على السياره. هسه ربطنا الكابل اشتغل، قل له سماح، اشتغل. يعني مجرد تربط الكابل والنوب اكو اعدادات راح نسويها من اعدادات التليفون اللي هي هاي. بس تحتاج انترنت، بس لازم تحتاج انترنت. ما ضغط على دقمة المشغل الصوتي، دوس عليها ضغطة مطولة. لتشغيل سري يجب الاتصال بالانترنت. بس شوفوا تمام، حلو. بس هذا التليفون الثاني بي مو بي انترنت، بس يعني مفعلين الخرائط بي ومشتغلين بي قبل، فراح تطلع الخرائط عادي. هنا هسه شوف اشتغل، هذا هاي الخرائط جوجل، هذا مكاننا. هسه اذا نمشي بالسيارة راح هاي النقطة تظل ويانا وين ما كان، تحدد لنا المواقع. افتح انترنت، زين افتح انترنت حتى بس طفيت الراديو، كان الراديو مشتغل. بس خلينا نقول انترنت ضعيف، انترنت ضعيف. اي لا ما يحتاج، هو ترى حتى بدون انترنت يشتغل. هو بدون انترنت يشتغل، اي بدون انترنت يشتغل عادي. بس اهم شيء يكون الخرائط اللي عندك انت مسويها مفعلها، يعني مستخدمها. وكنصيحه نصيحه للمستخدمين الاندرويد، العفو الابل، اللي هو دائما التطبيق الاصلي اللي هو هذا. اي هذا التطبيق مو الخرائط مال ابل،
مو عملي مثل تطبيق جوجل مابس. آه. يعني هذا مو مثل هذا، هذا أحسن، هذا أفضل. تقدر يسوي له داونلود للخرائط، تحمله يبقى بالجهاز، تحمله يبقى بالجهاز وشغال على الشاشة. صحيح. أما هذا مزعج إلا إنترنت دائما. أكيد أكيد لازم إنترنت. أنا أنصحه هذا أكثر، هذا أحسن منه. إيه ويسوي له مثلا، خلي أعلمكم في الطريقة يعني اللي ما يعرفون، أنا أدري أغلبية يعرفون بهذا الشيء، الأغلبية يعرفون بهذا الشيء. مثلا على سبيل المثال تريد تسوي تنزيل، يقول لك خرائط بلا اتصال بلا انترنت، بلا انترنت، نسوي مخصص نشوف شنو المساحة اللي يريدها دائما تطلع عنها هي وشوارعها ونعطيها تنزيل. ماشي. تمام. نشوف نعطيها ايش تنزيل. حلو. سوري هسه لان ماكو انترنت فما راح يقبل التنزيل. تمام. فانت من تعطيها تنزيل راح تحمل، خليها تكمل تحميل، راح يقوم تطلع لك بعد بدون انترنت وتطلع لك الشوارع ويعطيك تحديد مسارات. وللعلم هذا بيفد ميزة كلش حلوة، يعني كلش يعني تعجبني، واغلب الاحيان من اطلع بالطرق اسويها، اللي هي نقدر نقول تعطيك الازدحامات. بس ها بالازدحامات شرط الانترنت، لازم انترنت. ايوه انا اتصور ان الاغلبيه أيوه. ادري بهم يعرفوها هاي السالفه. هذا هذا بس يمكن المهم اللي ما خاطره تطبيق ايفون. اي اللي ما خاطره شوف هسه يقول لك أيوه. تنزيل عبر شبكه الجوال. انا أيوه. ما راح اعطيه تنزيل عبر شبكه الجوال، غير محتاجه. هنا أنا راح نشوفكم شلون تشتغل الخرائط وشلون ننزلها على الجهاز. خلينا نشوف شلون ننزلها. نفتح الجوجل ماب، طبعا انت لازم كنك انترنت، بس هاي على مود شنو، على مود بس مره واحده تسويها، على مود يبقى عندك انترنت بعد. شو تسوي؟ تصغر هاي المسافه، تصغر المكان مالك، صغرت هيك، تختار منها، تفعل هاي هيك خرائط بلا انترنت، تدوس عليها تدوس تنزيل، الطاق يعطيك هاي المساحة اللي انت تريد تنزلها. يعني يا مساحة يقول لك بس هاي المساحة اللي حاليا تقدر تنزلها. بصراحة انا اللي اكثر شيء احتاجها اللي هي بغداد، اهم شيء عندي بغداد، فاحدد بس على بغداد وادوس تنزيل، لان بغداد ترابينها هواي وما اندل هلقد بيها. راح ادوس تنزيل يقول لك تريد انا مو بس هاي، يعني راح تنزل عندي حتى المحافظات البقيه، يعني لان هنا انا قبل همين رايح لهن. فشوف هسه جاي حمل جار التحميل بس 0%، من ينتهي التنزيل يخلص يصير 100%، راح يشتغل عندك بعد الانترنت حتى بالسياره بدون انترنت، يعني الخرائط تشتغل بدون انترنت. ان شاء الله الفكره واضحه، حبيت اشرحها على الطريقه اوضح على مود الناس تفتهم من عندها اكثر. تابعوا الفيديو. شفنا الفيديو ان شاء الله عجبكم. هسه اللي ما مشترك بالقناه يشترك بالقناه، واللي عجبه الفيديو يعطينا لايك. طبعا اسف الفيديو شويه صار طويل، بس انا احب اسوي هيك الفيديو على مود كل الناس تفتهم، يعني ماكو واحد يجي يسالني. احاول بصراحه، راح هو يسالون على شغلات، بس انا احاول اشرح كل التفاصيل على مود ماكو واحد يصير عنده مشكله ويظل حاير بيها. كيبل اصلي لازم سياره بها اندرويد اوتو او ابل كار بلاي راح يشتغل والامور طيبه. اخوكم حسن المسيباوي، انتظرونا بالفيديوهات الجايه ان شاء الله. منه هيك يوميه فيديو، رحت البغداد وصورت بالمعارض، وهواي عانيت من هاي السالفه مال التصوير، وصورت فيديوهات حلوة إن شاء الله تعجبكم. انتظرونا بالفيديوهات الجاية.